الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعل أعمالنا وإياكم خالصة لوجهه الكريم. وبعد، فهذا يوم آخر من أيام قراءتنا في كتاب مختصر صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته، نتدارس فيه شيئا من الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة. فليتفضل القارئ بارك الله فيه وأسعده. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، فقالت: كيف أغتسل من المحيض؟ فأمرها كيف تغتسل؟ قال: خذي فرصة من مسك فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: تطهري بها. قالت: كيف؟ قال: سبحان الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فأعرض بوجهه وقال: تطهري. فقالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذتها فاجتبذتها إلي فأخبرتها ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: تتبعي بها أثر الدم. قول المؤلف عن عائشة أن امرأة من الأنصار سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، أي كيف تغتسل وما هي الطريقة التي تؤدي بها فريضة الغسل، فقالت: كيف أغتسل من المحيض؟ يعني بعد توقف دم الحيض. فأمرها، أي طلب منها طلبا جازما، كيف تغتسل، ووضح لها الطريقة والكيفية في ذلك. فقال لها: خذي فرصة، أي قطعة من مسك، يعني مما يتطهر به، سواء كان من صوف أو جلد أو نحو ذلك، فتطهري بها، يعني تدلك بها جسدها. فقالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: تطهري بها، أي نظفي جسدك بها. فقالت: كيف؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يعني أنها بدأت تسأل عن أشياء دقيقة تحتاج إلى شرح دقيق في أمور نسائية ينبغي ألا تكون من رجل لامرأة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا فلم يرد أن يجيب عن سؤالها حياء، ولذا أعرض صلى الله عليه وسلم بوجهه والتفت إلى الجهة الأخرى وقال لها: تطهري، أي تنظفي. فقالت عائشة: فعرفت الذي يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي فهمت الطريقة التي يريد أن يخبر المرأة بها في كيفية اغتسالها. قالت عائشة: فأخذتها، أي قمت بإبعاد هذه المرأة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاجتبذتها، أي سحبتها بقوة إلي، فأخبرتها، أي أعلمتها ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم من كيفية الاغتسال، فقلت: تتبعي بها، أي هذه الفرصة التي ستستعملينها تتبعي بها أثر الدم، أي بقايا الدم، من أجل أن يحصل نقاء في ذلك. ففي هذا الحديث سؤال المرأة المفتية عما يشكل عليها من أمورها حتى من أمور اغتسالها. وفي الحديث مشروعية الاغتسال بعد المحيض، وقد جاء النص ببيان أن ذلك من الواجبات. وفي الحديث السؤال عن كيفية الشيء بعد الأمر به. وفي الحديث دلك المرأة نفسها عند التطهر،
وقد رأى الإمام مالك وجوب ذلك. وفي الحديث أخذ فرصة ممسكة من قطعة من صوف أو جلد أو نحو ذلك من أجل تتبع آثار الدم، وفي هذا دلالة على نجاسة دم الحيض، وأخذ منه نجاسة بقية الدماء. وفي هذه في هذا الحديث أيضا من الفوائد قول سبحان الله بمعنى ننزهه جل وعلا عما لا يليق به عندما يأتي ذكر حديث لا يحسن بالإنسان الدخول فيه. وفي هذا الحديث حياء المفتي من عرض بعض المسائل الدقيقة التي تتعلق بالنساء. وفي هذا الحديث مساعدة المفتي في ما يريد تفسيره وتأويله. وفي هذا الحديث فضل عائشة رضي الله عنها وبيان حكمة من حكم تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بهذا العدد من النساء من أجل إخبار الأمة بالأحكام الخاصة التي يختص بها النساء. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا يقول: يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: يا ربي أذكر أم أنثى، يا ربي أشقي أم سعيد، فما الرزق، فما الأجل، فيكتب كذلك في بطن أمه. قوله إن الله عز وجل وكل بالرحم أي جعل ملكا من الملائكة يقوم بتصريف أمور الرحم بأمر الله جل وعلا. يقول يا ربي أي يخاطب الله جل وعلا فيقول: أي ربي أصبح نطفة، والنطفة أول ما يكون من الجنين في بطن أمه ويكون بمثابة قطعة اللحم الصغيرة أو قطعة الدم الصغيرة. ثم يقول يا ربي علقة لأنها أصبحت لحمة تعلق بجدار اللحم بجدار الرحم. ثم يقول يا ربي مضغة أي أنها تحولت لتكون بمثابة اللقمة التي مضغها صاحبها، وتكون نطفة 40 يوما، وتكون علقة 40 يوما، وتكون مضغة 40 يوما. فإذا أراد الله أن يقضي خلقه أي أن يخلق ما يقدره من الجنين في الرحم، قال الملك: يا ربي هل هو ذكر أم أنثى، يا ربي هل هذا الجنين شقي أم سعيد، وكذلك يكتب له رزقه وأجله، فيكتب كذلك أي جميع هذه الأمور تكتب له وهو في بطن أمه. ففي هذا الحديث من الفوائد تصريف الله جل وعلا لخلق الإنسان وقلب أحواله من حال إلى حال، مما يدل على قدرة رب العزة والجلال وضعف ابن آدم حيث يقلب هذه الأحوال. وفي هذا الحديث فضل الله جل وعلا على الناس في تقدير أمورهم وترتيب أحوالهم وتوكيل الملائكة بتصريف شيء من شؤونهم. وفي هذا الحديث بيان المراحل التي يمر عليها الجنين في بطن أمه. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد بيان أن حال الإنسان لا يعرف إلا بعد أن يبلغ ما يكون علقة، وأنه قبل ذلك لا تعرف أعضاؤه. وأما بالنسبة لكونه ذكرا أو أنثى فإن الحديث يدل على إمكانية
معرفة بعض الخلق بكونه ذكرًا أم أنثى، فإن الملك يعرف ذلك بأمر الله جل وعلا، ومن ثم لا يكون من أمور الغيب التي لا يطلع عليها أحد من الخلق. وفي هذا الحديث بيان أن الأرزاق والآجال مقسومة مقدرة، ولا يعني هذا أن لا يتخذ الإنسان الأسباب سواء من الدعاء أو من غيره من الأسباب كالتداوي وامتهان الأعمال والاكتساب، فإن الله جل وعلا يقدر على العبد الأسباب ويقدر عليه النتائج. وعن معاذة أن امرأة قالت لعائشة رضي الله عنها: أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: أحرورية أنت؟ كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به، أو قالت فلا نفعله. قوله عن معاذة أن امرأة قالت لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أتجزي، أي هل تكفي إحدانا صلاتها إذا طهرت، يعني هل تؤمر بقضاء الصلوات وتؤمر بإعادة ما فاتها من الصلوات بعد طهرها من الحيض؟ فقالت عائشة لهذه السائلة: أحرورية أنت؟ والحرورية طائفة من طوائف الخوارج، كانوا يرون ترك السنة ويزعمون أنهم يكتفون بالعمل بالكتاب. ثم ذكرت لها فقالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كنا مع النبي في وقت حيضنا، فلا يأمرنا به، يعني بالقضاء، قضاء ما فاتنا من الصلوات، أو قالت فلا نفعله، يعني بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحديث من الفوائد أن المرأة الحائض لا تؤدي الصلاة ولا يجوز لها أن تصلي. وفي الحديث من الفوائد أن المرأة بعد طهرها من الحيض لا تقضي ما فاتها من الصلوات في أثناء حيضها. وفي الحديث أيضا دلالة على أن ما فات الإنسان بعذر شرعي ففعله بعد وقته فإنه يسمى قضاء، فإن ما يتركه الإنسان من الواجبات بحيث لا يفعله في وقته إنما يتركه لأحد من الأسباب الآتية: إما أن يتركه لسبب يمنع معه من فعله، مثل الحائض تمنع من الصيام، ثم بعد ذلك تؤمر بفعل الصيام بعد الشهر، فهذا يسمى قضاء عند جماهير أهل العلم. وقد ورد في حديث عائشة قالت: كنا نحيض في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. والثاني ما يجوز للإنسان معه فعل الأداء، لكنه قد أجاز له الشرع ترك الأداء، من أمثلة هذا المسافر، فإنه يجوز له الفطر في شهر رمضان، فإذا أفطر فصام بعد رمضان فإنه يسمى أيضا قضاء. والثالث إذا ترك فعل الشيء في وقته لسبب خارج عن قدرته وإرادته، مثل من نام عن الصلاة ولم يستيقظ إلا بعد الوقت، فإنه أيضا يسمى قضاء على الصحيح. والرابع من ترك الواجب على جهة النسيان والسهو، فإذا جاء ذكره أمر بفعل الصلاة قضاء، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.
والحال الخامس من ترك الواجب الشرعي تهاونا وكسلا ولم يتركه نسيانا أو معذورا، فهل يؤمر بقضاء هذا الواجب بعد فوات وقته أو لا؟ هذا من مواطن الخلاف بين أهل العلم، فقال طائفة بأنه لا يجزئه القضاء، ومن هؤلاء طائفة من التابعين وهو رواية عن أحمد، وقد اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية، واستدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أفطر يوما من رمضان بغير عذر ولم يقضه الدهر ولو صامه. والجمهور على أنه يؤمر بالقضاء، ويستدلون على ذلك بما ورد في حديث الذي جامع أهله في نهار رمضان، فإنه في بعض روايات الحديث قال: وليقضي يوما مكانه. وفي هذا الحديث وجوب العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ترك السنة طريقة الفئات الضالة من الحرورية ونحوهم. وفي هذا الحديث أيضا أن من الأمور التي يحتج بها السنة الإقرارية للنبي صلى الله عليه وسلم، كما استدلت عائشة بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لهن بترك الصلاة وقت الحيض وعدم قضائها. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيكم وأن يوفقكم لكل خير، وأن يجعلني الله وإياكم من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه ردا حميدا. اللهم املأ قلوبنا من تقواك، واجعلنا ممن حصل على طاعتك ورضاك. اللهم يا حي يا قيوم، نسألك أن تغفر لوالدينا ولجميع أموات المسلمين، كما نسألك اللهم أن تصلح أحوال المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلهم إخوة متحابين متوادين متعاطفين. اللهم أدر عليهم أرزاقهم، وبارك لهم في أمورهم، وأصلح لهم ذراريهم، كما نسألك جل وعلا أن تصلح ولاة أمور المسلمين وأن توفقهم لرضاك. اللهم وفق ولاة أمرنا في هذه البلاد لكل خير، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى والصلاح والسعادة للناس أجمعين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.